طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. طيب نبدأ على بركة الله، تقريبا الكل موجود هنا، نبدأ نناقش هاي الشغلات، نتكلم شوية نجدد الطاقة تبعتنا، لأن إحنا نتكلم عن شيء حيوي بالنهاية، شيء بغذي روحنا، شيء بغذي الطاقة اللي داخلنا، فبالتالي لازم تكون المحاضرة نوعا ما نستشعر فيها الجمال أكثر من إنه نعتبرها شغلات حنعطي معلومات أو حنعطي شغلات فيها انه نتكلم عن ذات او هي الشغلات. بس انا كنت حابه نعرف افكاركم، حابه لو تكون يعني التفاعل اكبر، انه نحكي عن الافكار اللي بتراودنا احنا، ايش يعني افكار ممكن نفكر فيها وهي الشغلات. طيب احنا تكلمنا المحاضره اللي فاتت، خلينا نستذكر انه احنا المحاضره اللي فاتت حكينا بدنا انه حكينا عن المبادرات بشكل عام، حكينا عن اهميه المبادره، حكينا عن انه شخص إنسان مبادر أنا في حياتي، أنا إنسان ريادي بالدرجة الأولى، فبالتالي كل الريادة اللي عندي أنا بغذيها وبستثمرها بشيء بينفع بلدي، بينفع شخصي، بينفع مجتمعي. هاي الشغلات اللي بتخليني أنا أقوى في الشغل تبعي، في شغل المبادرات. خليني أكون أنا دقيقة في الشيء، إنه أي إنسان ناجح بحياته إله جانب من حياته، جانب تغير. هيك أساساً اغلب الناس اللي كانوا اشتغلوا في مجال رياده الاعمال او تحكي اللي اشتغلوا في مجال، بتحس انه عن جد عندهم سمه التفكير الابداعي في هذا المجال. قبل ذلك انا كنت حابه انا اعرف الافكار تاعتكم، بس حابه اني انا اتكلم عن افكار معينه، افكار لتنفيذ مبادرات. انا انسان ريادي بدي افكر بمبادره. نشرح هيك شويه، انا وين موجود او وين محلي من الاعراب. أنا موجود في مدرسة، أنا مدرس، أنا مهندس، أنا دكتور، أنا طالب، أنا في مسجد، أنا في مكان أنا موجود فيه، فبالتالي لازم يكون في عندي رسم لمخي إنه أنا وين موجود عشان أغير. الفكرة وين؟ أنا وين موجود عشان أنا يكون مصدر التغيير عندي. بعد ما أعرف حالي أنا وين، طيب شو أنا بدي أغير؟ والله أنا عندي الناس مشكلتهم في انه كثير كثير ما في نظافه في المجتمع، باعتبار انه مثلا تلاقي انه في اوساخ وقابورات بتكون في الشوارع او في الحاويات او في الممرات ما بين المنازل، فبالتالي فكرتي بدي اشتغل على الحي تبعي، فبالتالي مكاني انا بدي اشتغل على الناس اللي معايا. كان تمام فكره. والله انا فكرتي بالمسجد انه انا حابب اقوي نسبة الناس اللي بتروح ترتاد المسجد، وبالتالي فكرتي أو مبادرتي اللي بتصير بالنهاية فكرة إن أنا أشتغل على ناس وأنا أأثر في هدول الناس عشان أنا أكون في إنسان بعمل شيء ناجح بعتبره إنه حل لمشكلة. فبالتالي إن الفكرة عندي إنه أنا بدي أغير في الناس وبدي أأثر فيهم بهذه الشغلة. أنا والله طالب في الجامعة، ألاقي إنه طالب الجامعة مثلا على قواعد الأفكار البسيطة ممكن نعملها، نعزز القراءة، يعني إحنا كان عندنا في مجال إنه مثلا حديقة إقبال مكتبة معينة كنا نعمل نادي قراءة، نكمل، طب أساس نكمل فكرة الأفكار. فأنت حتصير أنت تحاور نفسك، شوفي عندي فكرة أنا ممكن أنفذها عشان تنهي فكرة ريادية تأثر في الناس وتشتغل فيهم. فهاي الفكرة اللي أنا لازم أنا أكون ريادي فيها. بارك الله فيك يا رب، الله يرضى عنك. الناس اللي أنا هأثر فيهم، أنا هكون معهم، بالتالي لازم يكون في عندي تأثير جانبي للأفكار اللي أنا لازم تراودني. طيب خلينا نعلق على شغلة مهمة جدا قبل ما نتطرق للمبادرة وإيش الشغلات اللي لازم تكون جواتها ونسوي كل ناس رسميين. ايش اللي بيخلي المبادرات اساسا غير ناجحه؟ خلينا نفكر بهاي الشغله منطقيه. احيانا بتلاقي الناس بس بدهم يعملوا شغله، ما بتلاقي عندهم اساسا هدف. طب انت موجود عشان تعمل شغله، وبالتالي طيب نطلع شوي انه غايات الغايات اللي عندنا غير واضحه.
فبالتالي بتلاقي الشخص هيك متخبط، مش عارف حاله وين رايح وين جاي. فبتلاقي هاي الشغلة انه هاي لازم تكون واضحة عندك في هذا الأسبوع، ايش ممكن تحاول يغير فيها. الشغلة اللي بدي أحكي عنها كمان بتخلي المبادرات مش ناجحة، أنت مسكت الفكرة تمام، بس إن الفكرة إن أنت الفكرة اللي مسكت فيها عندك مشكلة، إن أنت شفت عندك وسائل اتصال وتواصل كتير في أفكار ما بتنجح. ما بتنجح ليش؟ لأنه أنت مش عارف مش عارف توصل المعنى لغيره، او مش قادر تتواصل بشكل كبير مع غيره. فهذه مشكله جدا جدا مشكله، لازم يكون في عندك اتصال وتواصل، تحكي عن مبادرتك. مجرد اقناعك لغيرك بفكرتك بخلي فكرتك ممكن تدعم وتطبق هاي الفكره وتكون فكره ناجحه. فكون قوي 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 جدا كمان بهاي الشغله، انك انت تدعم غيرك، انت تكون تحكي مع غيرك بشكل ايجابي، تحكي مع هذا الشخص اللي انت بتحكي معاه بشكل اقناعي لإله، تكون عندك وسيله اتصال قويه انه بعد هيك يتواصل معك، يحب فكرتك على الاقل، حتى مع مش بس مع جمهورك، احنا بنحكي كمان مع اعضاء الفريق. لما يكون عندنا القائد هيك من طبيعه نفسه عمال بيعطي قرارات، الفكره مش انه انا عمالي مشغلك عندي او عمالي انا بحكي لك، انه انت نفس الافكار وانت فكره جدا مثال انه انت انا وياك في اطار انه نشتغل مع بعض. فاللي بدي اصله بدي اصل من خلاله انه انت بما انه وياك انا وياك نشتغل سوا، فلازم تحس شعور بالمعنى، تروح تعمل فيها مشكله كبيره. الفكره اللي انا بدي اوصلها كمان عدا انه في اشي عندك وسائل اتصال وتواصل، في تقييم صنعها وما سمينا فيها ليش؟ قديش هتعرف انت حالك انسان ناجح؟ شوف استرجع شو انه نصل للفكره الناجحه اللي عندنا، انه انت يكون في عندك تقييم، تقييم كمان دوري، بمعنى انه انا اعمل اجتماع يا جماعه اليوم المبادره عملناها عندي 1 2 3، اسمع انتقادات قبل ايجابيه، بالتالي احنا محتاجين اكثر نستمر. فبالتالي انا محتاج اسمع انتقادات، محتاج قديش انا اسكر ثغرات حسمعها من الفريق تبعي، يحكي لي والله انت اسراء مثلا مبادرتك كان ينقصها وسائل تفاعليه اكثر. تمام، بنسجل هاي الملاحظه للملاحظه اللي وراها او للقاء اللي وراه. اسراء كان ينقصك انه مثلا يكون في مؤثرات اكثر للناس، كان ينقصنا انه في اعلام اقوى على اساس انه يغطي الهدف تبعنا. فقديش احنا بنسد ثغرات للقاء بعده، قديش احنا بنكون ناجحين. طول ما في عندك مراقبه وتقسيم لشغلك، طول ما يكون في شغلك في شغلات مميزه. خلينا نحكي عن احدى المبادرات اللي انا شفتها، كان فريق سنابل، واللي انا على اطاره ححكي نموذج خطة عمل لمبادرة، وحبينكم بالتفصيل بالأمثلة كيف أنا ممكن أكتب بروبوزل بشكل كبير. هذا البروبوزل بعد هيك أقدمه لأي جهة داعمة، أقدمه لأي ناس ممكن إنهم يحتاجوا فكر في بشكل أساسي. فبالتالي بعد هيك البروبوزل أو هاي الفكرة انا اقدمها للناس. تمام، وكانت فكره الفيديو بتحدث بشكل اساسي عن المبادرات اللي قام فيها الفريق بشكل اساسي. خلينا احكي لكم هيك على عجاله قبل ما نبلش نحكي عن فريق من فريق سنابل. هو فريق بلش عمره 3 سنوات، كانت فكرته على اعتبار انه احنا من او انا من قطاع غزه، حجم المعاناة اللي عانى فيها الشعب الفلسطيني في نفس القطاع خلتنا نحس شوية كفتيات احنا بدورنا الكبير لاحظوا في المشكلة.
حسينا فيها. المشكلة إنه في أسر فقيرة، أسر تحتاج مساعدة، ما بيصلها حدا، فكانت فكرة إنشاء الفريق من هذا المبدأ. الفريق كان 3 فتيات، حوالي 15 فتاة. الفريق وصل دعمه لأكثر من 7000 دولار. طبعا الفريق خدم أكثر من 1000 أسرة على مدار 3 أعوام. فكرة الفريق بتكون على عدة مبادرات جميلة جدا. المبادرات هاي بلشت من شهر رمضان، اللي بعد هيك انطلقنا لفكرة مساعدات في التعليم، مساعدات للأطفال، مساعدات للنساء. فبالتالي احنا فكلنا عدة محاور، عدة طرق بهذا الأساس إنه احنا نشتغل على كل المستويات. الفريق كبر ونمى بشكل كبير، وشاعر بالمسؤولية، شاعر إنه واجبه انه يقدم للمجتمع. فبالتالي اللي بيكسبنا وبينفعنا انه احنا ناس بتحب الخير للمجتمع تبعته، فبالتالي احنا من هيك بنأثر وبنشتغل على هذه الناحية. الفكرة بالفريق انه احنا كنا عندنا مبادرات كثيرة، ما بنقتصر على مبادرة واحدة، يعني كثير. يعني شو بنلاقي في مبادرة انها ممكن تفيد مجتمعنا؟ خلينا نحكي انه ايش الايديولوجيه اللي احنا اشتغلنا عليها بشكل اساسي لحتى ينجح الفريق تبعنا، لحتى يكون الفريق قوي. اشتغلنا على فكره انه كنا نعد خطط عمل، ما كان الامر انه يلا احنا نعمل اليوم مبادره ونبلش مبادره بدون تخطيط، لا، كان عندي خطه ورقه وقلم. هو اول ما بلشنا لكن لما كنا نتكلم عن انه في فئات شغالين عليها، في منهجيه، في كثير، في دعم لازم نوصل للناس هذول. فكنا نشتغل خطه عمل واضحه، كنا نفكر كثير في التفكير الاقتصادي، على اعتبار ان انت بتكون فئه كثير بتحتاج دعم قوي، فبالتالي بدك لها دعم كثير بتبحث عنه. تمام، انا بفكر بالفئه، بفكر بالفئه المستهدفه، بفكر بالمبادرات تبعتي. على الجانب الاخر بفكر مين يدعم مبادرتي، هذا الشيء لازم احنا نفكر فيه، مين يدعم مبادرتي. فلازم انت تحط كمان إلى خطه عمل لمين الناس تقعد معاهم يعتبروا بالاساس او بين بيكون ممولين لفكرتك او ممولين لمبادرتك انه ممكن تنجح. لازم كمان تعمل ضمن فريق. انا عندي سؤال، فكره التنابل لمده شهرين بس كله هان، ما خرج، بعد ما خرجت من هان أصبح عندي في شيء على أرض الواقع. ما تحكي لي أنا تحت فكرة وببدأ أنا بركز لحالي، لا، هذه الفكرة ما تعتمديها إنه أنت لحالك ممكن تنفذ كل شيء، لا، أنت مع فريقك تشكل حلقة متكاملة بحيث إنه أي حدا ضعف الثاني يشده. هذا لازم يكون عندنا مفهوم واضح إنه إحنا أحيانا بمر علينا لحظات خطير، لحظات ضعف، بتحس حالك إنه أنت ما قادر تكمل. فلازم انت تنجح انه فريقي انا يشدني لحتى اكون انسان سوي، امشي في مراحل كثير. شغله مهمه جدا كانت عندنا انه احنا بنحلل كثير، بمعنى فيما لو حدث هيك شو حيصير، في عندنا احتمالات، احتمالات انه ممكن انا لو ما نفذت هاي المبادره، احنا كان مبادرتنا نساعد هاي الاسر، شو ممكن ياثر على الناس؟ شو ممكن اغير في الناس؟ انا ممكن انا ايش ممكن اساعد؟ شو ممكن اغير؟ فهذا الفكره تبعتنا. لازم يكون في عندك مهارة عالية جدا في التواصل. صدقوني يعني أكثر الشغلات اللي جبناها لسنابل من التمويل كان من نقطة واحدة، إنه إحنا عندنا فريق عمل بيأثر، إنك معنى إنك تأثر، يعني تقف قدام هيك قدام الممول تحكي معاه بإسامة، ترحب فيه، تعطيه قدر وقيمة. الفكرة بشكل بتبين للإنسان اللي قبالك إنه أنت مهتم بالفكرة بناء على اهتمام الشخص اللي قبالك له. كيف يعني؟ والله هذا الإنسان مهتم في مجال مثلا الرياضة والنقل، تمام، واضحة الشغلات، مستشعرين حجم الشغلات اللي احنا مقبلين عليها الجميع إن شاء الله، تمام.
كان في عنا بالفريق تصلح حلول. كيف يعني؟ بداية الفريق انت حكيت عن نفسك ان انت بتعمل مبادرة وانت ما لكش مكان، طبيعي مانيا ما نحس انه لا انه احنا ما عندنا ما عندنا مكان ننفذ مبادرتنا. هاي المشكلة مش معضلة. فكنا مثلا عندنا في احد المبادرات انك توفر سلة غذائية للناس اللي انت شغال معاهم او انت اللي بتدعمهم. فايش الفكرة كانت؟ انه احنا لقينا مكان قريب من السوق، الخضرة بنسميه او اللي بنجيب منه الحاجات، وخلينا انه الناس تيجي على المكان تبعنا على اساس انها تحس حالها انها سرقت وطلعت، ما تحس حالها انه طالعه مكان غريب وبتعمل هاي الشغلات. فكانت هاي فكره جميله انه بلاقي حل. اجتنا معضله ثانيه انه احنا طيب مثلا عندنا معرض للملابس، يعني عندنا معرض للملابس للاسر هاي الفقيره، انه احنا نزلنا بشكل ميداني وعملنا مراسلات رسميه وتوجهنا لكل اصحاب رجال الاعمال حتى ان نجمع لمعرضنا. فكانت مشكله عندنا، طب وين المكان الان؟ فلقينا مكان قريب من سوق الملابس، حطينا الفريق فيه على اساس انه يبين انه الشخصيه اللي عمالها حتيجي تاخذ من عندنا ما تشعر نفسها انه هي عمالها حتيجي تاخذ وهي كثير متحسسه من الموضوع. فانه قديش انت عندك اتصال لمشاكل انت ممكن تعتبرها مشكله، لكن ان عندك اتصال بشكل كبير انك تحل هاي المشكله، ما تخلي اي معضله بالنسبه لك شيء مستحيل انه يتحل. لا، الفكره انه احنا كل متحد بابسط الحلول بنحله باقل الامكانيات. احنا مش معنيين انه تعتبر حالك انه انت ماسك مشروع من الف الى ياء وهذا المشروع يا بنجح يا بنجح، لا. كل ما كانت النيه صافيه ومتجدده وكل ما انت حاسس حالك انت بتقدم شيء للخير للناس، صدقني هتحس انه ربنا هيوفقك، سواء بمجالك الثقافي، في مجال دعم الاطفال، في مجال الدعم النفسي، في مجال انك تعمل شغلات رياديه في مجتمعك، في مجال انك تعزز على سبيل المثال في احد المشاريع القائمين عليها حاليا مشروع الدعم او انه فكره الاكل الصحي. شو هو فكره المشروع اللي احنا قائمين عليها؟ انه احنا عمالنا في مطعم، نفتتح مطبخ ان شاء الله. ايش فكره هذا المطبخ؟ انه احنا نعمل نعطي ثقافه للناس بالاكل الصحي. انت بدك تاكل بطريقه صحيه، تمام؟ فانت لازم تبين للناس شو يعني سعرات حراريه مطبخ وشكلنا في مبادره لانه يكون في عندنا وجبات لمرضى ناس معينه، يعني لما تروح اكل خاص فيك زي مثلا مرضى السكري، مرضى القلب، مرضى القولون، هذول الناس كلهم لازم نفكر انه احنا فكانت الفكره اللي عندنا انه احنا نشتغل على وجبات معينه. هاي الوجبات اللي بدنا نشتغل عليها انها تكون صحيه نوعا ما، تكون الناس اللي انا بشتغل عليهم. فكرتنا للمطبخ الصحي خلتنا نشعر انه كيف نخدم الناس بطريقه تخدمهم وتخدم بنفس الوقت. يعني هاي المبادره بالنهايه تتحول لمشروع استثماري، مشروع استثماري قوي وجميل. هذا المشروع احنا لو اشتغلنا عليه بعد بطريقه مميزه راح ينجح هذا المشروع. تمام. الافكار كثيره في هذا الاطار، الافكار اللي نتحدث عن افكار انه ممكن ننفذها كثيره، وممكن احنا كمان لو حد يحكي لي مبادره، فكره اشتغل عليها او بيشتغل عليها حاليا، حتى انه احنا نقدر نتناقش مع بهاي الفكره قبل ما ننتقل لموضوع انه موضوع تنفيذ او خطه العمل اللي احنا شغالين عليها في المبادرات الناجحه وكيف انها تكون مبادره ناجحه في خطه عمل ناجحه. هل احد شخص شارك بفكره معينه؟ تمام. طيب نبلش نتكلم على نموذج خطة مبادرة سرية. خلينا نحكي بشكل أوسع إنه كيف. تمام. خليني أحكي كيف إنه ممكن أتحدث عن إنه في عندي مبادرة ناجحة من خلال توافر شغلات أساسية. خلينا لأنه في النهاية قبل ما تبدأ أي شغل، قبل ما تبدأ أي شغل لازم تفهم شغلة، إنه إذا في شغلة مسجلة عندك بورقة وقلم حتنجح.
عندك إن أنت تشتغل حالك بموضوع إنك تسجل كل ملاحظة أنت شغال عليها، وهي نقطة قوية لازم تنتبه لها. الآن خلينا أنا أفوت بالعناصر اللي خليني أحكي عنها لوجو للمبادرة. خلينا نحكي شوية عن لوجو من خلال صورة تبين إن هذا اللوجو هو مفيد لإلك، فأنت تحط لوجو لمبادرتك وبتبين إنه هاي قد مش مبادرتك قوية، قد أنت معنى مبادرتك في إنه المبادرة تحمل فكرة لوجو، فهذا بيخليها بالأساس مبادرة ناجحة وتشتغل عليها بشكل قوي. فقصة اللوجو خليني أحكي إنها بتمثل أنت، ففكر أنت في لوجو جميل لإلك حتى إنك تشتغل عليه عشان تعتبر خطتك أو مبادرتك ناجحة. عندي مبادرات ناجحة، هدول جزء من المستويات حتى عنهم بالتخطيط. لازم يكون في اسم لمشروعك، ما تقول لي إنه إحنا والله بدي أروح أحكي مع فلان عن مشروعي. طب شو مشروعك؟ شو سميته؟ ما هو مش عارف، يعني هو مشروع بيحكي عن كذا وكذا وكذا. لا، كون واضح، كون واضح كثير بهذا الموضوع. ما تروح تحكي للناس انا هيك روحي للناس بعد هيك انه انت انسان مهتم بادق التفاصيل. انا باسم المشروع مهتم، انا بلوجو المشروع مهتم. شغلة مشروعك تحكي اهدافه طبعا الخاصة والعامة، تحكي مبررات انا هذا المشروع او هذا الفكرة اللي انا بدي اعملها. تحكي انت برضو اهدافك، المعايير الفئة. طب تمام، نشتغل لفئة معينة، هاي الفئة شو مواصفاتها؟ أي نعم الاستدامة في ممكن، بس إنه يتجدد الموضوع من وقت لوقت، يعني لازم أنت تعطي وقت تنفيذ لهذا المشروع. حط مشروعك، خطة عمل واضحة. والله أنا اليوم بدي أنفذ 1 2 3، تمام؟ وبكرة بدي أنفذ 1 2 3، فكون واضح بدي ابلش، اساس انه تكون واضح بهذه الشغله اللي انا اشتغل عليها. طيب بعد ما تحدث عن خطه المشروع لازم تعطي موازنه للمشروع تبعك او لفكرتك. ليش؟ لانه مش هتحكي مع اي حدا الا لما مش هتحكي مع حدا تكون واضح بهاي الشغله، انه انت تحكي معاه انه انا قديش مشروعي بدي. مشروعي والله محتاج 2000 دولار عشان يتنفذ، فكرتي محتاجة 3000 دولار، والله فكرتي محتاجة اتصالات ومواصلات، محتاجة الأمور التكتيكية اللي أنت لازم تكون شغال عليها. طيب تمام، الشغلة اللي أنا بدي أحكي عليها وركز عليها تقريبا الأمور هيك واضحة، عشان نسيت على كل تفصيل. في حد حاسب أي سؤال يضيف أي إضافة حتى نسيت على الفصل أو نسيت بشكل تفصيلي على هاي المواضيع؟ تمام تمام نبلش بأول شغلة. الشغلة الأولى وصف للمشروع بشكل دقيق، بس كيف وصف النهائي؟ لأن المبادر أو الناس اللي حيدعموك مش حيقرأوا إنه أنت إيش شغال، حيقرأوا انت بأي مجال انت شغال من خلال هاي الشغلة. فلازم انت تكون واضح في ايجاز شو بعمل، تمام؟ هذه الفكرة لازم انتوا تكونوا شغالين عليها. فانت لازم تشوف هاي الشغلة انه انت كيف شغال على مشروع تبعك من خلال يتلخص المشروع في كذا وكذا وكذا، بتنفيذه مبادرة كذا وكذا في منطقة كذا، نظرا لأنه في عندك دروس. هذه الجزء 4 جمل أنت حتلخصهم، حيكون شغلات إنه أنت بعد هيك حتشتغل تشتغل بشكل إيجابي طول ما أنت كنت واضح بشغلك. كل ما كان بعد هيك شغلك
كبيرة وبشكل مميز وبشكل عملي في بعد وقفة مشروعك، بعد ما كان مشروعك تمام شغال بشكل قوي، بدنا نشتغل على شغلة ثانية اللي هي موضوع توصيف للمبادرات. أنت الآن وصفت بشكل عام، حكيت مشروعك شو بعمل، الآن مبادرتك شو هي؟ والله أنا بدي أعمل شغلة أفيد فيها القطاع مثلا الخاص من الطلاب، طلاب العلوم، على اعتبار أنه بدي أعملهم تجارب جديدة وبدي أحجز المختبر لأنه بدي نعمل شغلات جميلة جدا، فبالتالي مبادرتي تختص ل الناس اللي بتقسم العلوم هذا الموضوع كله. فبالتالي انت الان صرت بتفكر شغال على فئه معينه، فبالتالي بتخصص الفكره لإلهم، يعني قديش تكون شغال على هاي الشغله، انك تكون انت عارف شو بدك المبادره تكون خاصه بايش. فكل ما انت كنت واضح بهاي النقطه، كل ما كان شغال على هاي الشغلات، فلازم تكون انت واضح بهاي الجملة، واضح بهذا الاسلوب اللي انت شغال عليه بشكل اساسي. مبررات المشروع، مبررات المشروع هذه برضه مهمة لأي شخص بده يدعمك. انت ليش قمت بمشروع؟ انا شعرت بمشكلة تمام، بس كل فيها المشكلة، انا بدي اعزز مفهوم معين، انا بدي اغرس، انا بدي اعمل شوف. لاحظوا دائما المبررات، انا جاي بشغلات بدي اغيرها، فلازم تكون واضح مع نفسك وواضح مع غيرك شو بدك تغير وشو بدك تعمل. هاي الشغله لازم تكون سهله وتكون حريص على انك تغير فيها. هاي الشغله اللي انت كنت شغال على حالك كثير، فبالتالي تيجي هيك والله يلا نكتب مبادرة ويلا نعمل هاي الشغلات، لا، الفكرة بتيجي من فكرة وفكرتين وثلاثة، شو بدك تعمل وشو تركز على هاي الشغلات، انه انت تحسد عن الافكار تبعتك كلها بمبررات مشروع خاصة فيك انت، تدعم ذاتك فيها، تدعم الناس اللي او المطبخ الصحي اللي احنا اقمنا فكرته. يعني لاحظت بعدين 5 افكار قامت على الكل، فهي خلتنا نشجع اكثر انه نكمل في مشروعنا. ليش نكمل في مشروعنا؟ لانه لقينا في ناس في استجابه على هذه المعلومات. الشغله اللي بدي احكي عنها بعد مبررات المشروع، خلينا نتكلم عن حاجه اسمها الأهداف. أعتقد الشغلات اللي إحنا الأهداف طبعا تتنوع ما بين أهدافك، الأهداف الخاصة والأهداف العامة اللي إحنا نشتغل عليها. شو هدفك العام؟ أنت بالنهاية هدفك العام إنك تساعد وتسند وتكون بجانب حدا وتكون موجود مع ناس معينة إنك تخدمهم في هذا الجانب، فلازم تكون صريح مع حالك، صريح مع ذاتك، انه هذول الناس اللي انت حتخدمهم، اللي انت حتفيدهم، عندك اهداف خاصه لهم، عندك اهداف عامه انك تشتغل على هذول الناس بشكل اساسي.